أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم حديث الذكريات. حلقة اليوم مع العم علي إبراهيم أحمد المناعي. أبو أحمد ضيف الليلة، وإن شاء الله سويلفاته تعجبكم، ونبدي حلقة اليوم. أبو عبد الله، مساك الله بخير. مساك الله بالخير. كيف صحتك؟ حياك الله. إن شاء الله مرتاح. والله مرتاح. الحمد لله. إحنا الحين يعني قربنا دش شهر ستة. إيه. والسنة قبل نعم. حامي حار. إيه. الله يستر. الحاصل نبي نعرف تاريخ ميلادك. يعني تقريبا أنت عمرك كم الحين؟ كم عمرك؟ 85. إيه؟ يعني من مواليد 1912. 12. زين، فريجكم أول وين فيه؟ شرق. في شرق. إيه. يسمونه فريج شنو؟ فريج شرق. إيه. على البحر. على البحر. إيه. اللي هو يسمونه فريج المناعي. فريج المناعي. فريج المناعي. إيه. من اللي حواليكم يعني إيرانكم؟ إيراننا مشاري الروضان. نعم. وإيران الثاني المضف، إبراهيم المضف، جازم المضف. إيه. هذا إيران. جازم المضف. إيه. وبعد. بس هذه. ومضحي تقول. ومضحي. أبو فهد ها. أبو فهد إيه. إيه. وبن شملان منه. ها؟ بن شملان. بن شملان. إيه تقول حمد بن شملان. حمد بن شملان. إيه. إيه. سنان ها. إيه. إيه. و. أبو عبد الله، نعم. أول بيتكم العود أو يسمونه بيت الحمولة. إيه. كم نفس فيه؟ في 80 نفر. ما شاء الله. إيه نعم. 80 نفر. إيه نعم. في اليد. اليد. إيه. يدي وعياله. إيه. إيه. والعائلة كل المناعي. أبوك وعياله. أبوي وعياله وحريمهم وياهالهم. وحريمهم وياهالهم. إيه. وش اسمه هذا حمد. ايه. حمد يصير ويا ابوي عيال عم. ايه. ايه. هم وياكم. ايه ويانا. ما شاء الله. زين الحين اني احمد المناعي الهدوانية. ايه الدوانية. ايه. دوانية فريج مناعي هي دوانية حمد المناعي. في دوانية المناعي. هذا يتجمعون فيها. يتجمعون فيها الإيران. إيه. إيه. كل يوم يعني. كل يوم. وأيام العيد. أيام العيد وتقهون وشربون شاي. نعم. وقهوة. نعم. زين يمعة العائلة عم عبد الله في بيت واحد أول يعني برأيك إنها أحسن. اليد واليدة والأبو والأم هذا نعم أحسن الحين أحسن 80 نفر. ايه. من حريم. ايه. وأولاد. ايه. وعبيد. ايه. خدم يعني خدم عندنا
ايه خدامات عبيد. لا ابي يعني جمعت الكويتيين اول بصفه عامه يعني جمعت الابو واليد واليد والام والعيال وهذا هذا هم المتزوجين واللي مو متزوجين ها ايه؟ يعني زين الجمعه جمعه زينه اي حتى ان اذا دشوا شو اسمه البحر اي من يصير مسؤول عن الماكله وعن المصروف عيال احمد ايه عيال احمد ايه؟ اللي هو ابراهيم نعم وحمد ايه والعادة ساعات يصير اليد هو يعني اللي يصير إذا هو مثبت وهذا يصير بيده المصروف يصير بيده اي نعم نعم حين نقعت المناعي يصير قبال بيتكم قبال بيت قبال البيت هذه شو اسمه يعني تخلونها بس الخشبكم انت ولا خشبنا بس بس يعني اذا ياكم واحد لا اذا صار اكو مكان اي ايو الناس نعم يعني كل النقع كذي كل النقع اي هذا سلسة. نعم بيتكم اول هو مثل ما قلت المدرسه الشرقيه اي الحين مدرسه الشرقيه اول ما كان انزل ما كان اي ماكو اي اي الحين صار بالمدرسه الشرقيه المدرسه الشرقيه ايش فيه من شير؟ ها؟ ايش فيه من شير اول؟ في سدره عوده اي فيها كنار مو موجود في الكويت الله وفيها نخل ايه ايه بلحي ايه الكنار شو صار هذا اللي يسمونه الكنار كنار اصفر مدلقم ولا طوالي؟ مدلقم مدلقم ايه ايه انتم جايبين شو اسمه هذه جايبينها من الهند ولا ما ادري والله اللي جايبين جايبها يدي ايه زين الحاصل يكثرون عليه الطيور وهذا ايه ايه احنا نحبل نحبل لا ايه ويجون شو اسمه ايه طيور ونصيد منهم ايه بنبابيط لا 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 فخ فخ ايه ايه زي الصبيان اللي برا ما يحذفون بلا يحذفون يحذفون على الكنار هي على الكنار ايه 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 لان شو اسمه الكنار اول يعني مرغوب ويحبون اليهال وبوقته يعني الحين تقول الحكومه اخذت البيت إيه؟ عن كم أخذته؟ أخذته عن 50,000 عن 50,000 ربية؟ إيه وأنتوا أخذتوا شيء منه؟ أخذنا قسم منه إيه أخذناه من 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 عيال عمي نعم أخذته ب10,000 إيه وسكنتوا فيه؟ إيه إيه وبنيناه وسوينا له بيت إيه فاصل 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 عن بيت الحكومة ايه اللي خذته ايه وبنيناه وسكننا فيه نعم سكننا فيه منه حمد المناعي نعم وأنا وإخواني ايه وتالي استدخل الحكومة بعد الحكومة أخذت ثمنت ايه ثمنت الحكومة زين وش اسمه البيت هذا سنة هذه حادثة 54 اللي الهدامة الصغيرة إيه؟ الناس سكنوا فيه تقول ولا إيه لا ها طلعنا منه طلعتوا منه إيه يخر إيه يخر إيه إيه لأن بنيان قبل شندل و إيه وطين وفوق طين إيه إيه زين أنت وين سكنتوا؟ سكننا في عوطة حق النصف إيه أعطانا عبد الله المبارك خيام أربع ايه وسكننا فيها ايه كم أسبوع قعدتوا؟ نعم قعدنا وايد ايه أول شهر ايه ايه وتالي عاد؟ تالي عاد رجعنا بيتنا ايه زين عقب بيتكم وين سكنتوا؟ الدسمة؟ لا ولا لا عقب ما ثمنوا بيتنا ايه الحكومة عطتنا بيوت ايه في منطقة واو ايه الدسمة واو ايه الدسمة نعم فعطتنا ثمان بيوت واحد من البيوت سويناه ديوانية ايه والباقي تورقنا فيه كل واحد عنده بيت ايه هذا سنة 57 تقول ايه نعم زين بعدين الحكومة ايه عطتنا قسايم ايه اللي هي هذه بالدعية ايه نعم
وسكناها. نعم. زين متى سكنتوا الدعية؟ والله يا اخوي تقريبا في اول الستينات تقول شنو؟ الستينات. اي في اول الستينات. زين الدعية ليش سموها الدعية؟ والله ما اعرف. ما اعرف انا. انت تقول شو اسمه بالنسبة للشيخ؟ الشيخ دعية سلمان يزرعها. اي عنده مزارع. مزارع. نعم. اي. وكانت هذه فيها حوطة حق الشيخ أحمد الجابر. أحمد الجابر الله يرحمه. زين شو يزرعون فيها مزرعة؟ يزرعون فيها رويد، يزرعون فيها خيار، يزرعون فيها أشياء طروح وخضرة، طروح ورويد وبطيخ. بطيخي اي هاي زراعة أول. زين الماي اللي فيها حلو ولا عذب؟ لا حلو. حلو لان فيها حفر وليطق المطر يقعد فيها الماء. فهناك يصير ماء فيها في الحفره. بالحفره هذه ويمشينا حق زراعه. زين عم ابو عبد الله، مسجد عيسى المناعي يم مدرسه الشرقيه، مدرسه الشرقيه يقولون ان اللي اسسه عيسى البناعي واللي بناه موظف ابراهيم ال اسحاق سنه 1314 هجري 1896 ميلادي، يعني من 99 سنه. الكلام هذا صحيح؟ صحيح. يعني هو الارض عند الارض من يدي. وقال اسحاق تعطوني ابنيه؟ قالوا له ابنه. وبناه عدل. عادل. تقاسموا الأجر يعني. شو اسمه الحين إني حق القراية والكتابة، أنت من درست عنده؟ درست مدرسة المباركية. مباركية على طول؟ على طول. يعني ما دشيت عند ولا زي طوع؟ لا. يوم تدرس كم كان عمرك تقريبا أول ما دشيت؟ والله شو أقول لك، أقول لك عمري 16 سنة. ايه 15 سنة. ايه كم سنة درست؟ ثلاث سنوات. إيه. حصلت فائدة يعني؟ والله حصلت فائدة لكنها زينة. ايه يعني ما هي راضية. ايه يعني مثل متوسط. ايه زين تذكر المدرسين اللي كانوا يدرسون؟ اذكر الشيخ نوري. نعم نوري النوري. نعم الله يرحمه. نعم. وملا سالم. ملا سالم علي الحسينان. الحسينان. نعم الله يرحمه. والشيخ سعد. الشيخ سعد شايب. ايه يدرسنا بعد. وبعد وهذه نعم. محمد اسماعيل تقول؟ وها. ومدعي. ملا دعي. ايه عم ابو عبد الله، عمك حمد مبارك المناعي رحمه الله عليه كان عضو في مجلس المعارف سنه 1953، وهو من مواليد 1885، وكان قبل ناخذ ساحل العدان. دشيت وياه؟ اي دشيت وياه. ايه عقب ما طلعت في المدرسه. ايه دشيت ما عندي شغل. ايه ودشيت وياه. ايه شنو الخشبه اللي عندكم؟ جالبوت. ايه جالبوت. كم مره دشيت وياه؟ وايد. اربع سنوات خمس سنوات. اي اربع خمس. صحيح. حصلتوا شيء؟ والله حصلنا بس المصرف اللي يعطونا يعني. الماتشة واللي يعطونا يا بس. بس ما توفقنا حد. كنتوا تغوصون في بحر العدان بس ولا؟ بس العدان واللي جسمه تروح الهيارات حولي. الهيارات حولي وظلام وهذه أبو عصية وعفيصان خلالو. نعم. زين شنو هي سالفة بتيل مصارع؟ بتيل مصارع عندنا بتيل. ايه وهالبتيل متروك. نعم. لكن فوقه متروك. ايه يانا بن خنفر. ايه وشرى من 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 يدي بن خنفر سواه بوم قطاعه. اي وين يروح يعني؟ يروح البحرين ويروح شو اسمه السعوديه. شو اسمه يعني محلات الجريبه بس. نعم نعم.
وعبد الله هين نبي سالفة البروانة اللي شو اسمه اللي لفت اي احنا عندنا الانج ونكده ووصلنا اول الناس اللي صادوا سمك وفرحانين في السوق وجايين نبي 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 نلحق على السوق اكو محمل قاط العده احنا ركبنا عليه وتقرضت العده انا في البروانه وقفت اللنج انا ذاك الوقت تو الشباب وطحت شو اسمه يوم شفت هذا وتعطوني سكين اعطوني سكين وقصص قصص هذا ومشينا وتوفقنا فيه في السمك هذا تروحين الكبر ها كبر ايام لشتة اخر لشتة زين ام عبد الله روحتكم للحداق ايام السرايات نبي قصتها هذه قصتها اول شيء من كان معك معاي اخوي عيسى وناس اجانب ويانا وصدنا اخوانك وياك بعد اخوانك ويا خالتك تقول لا بس بس وبعدين صار الصيد يعني وايد خشب شافوا قيمه جايه من جبله واحنا قعدنا ننطر على اساس نحدق هناك عقب ما حدقنا وكان يقول اخوي خلنا ننطر هذه قيمه قلنا القيمه نوصل الكويت هناك ما صرفتنا القيمه صار هواء تارس ومطر وغبار عرفت وين وصلنا دبرنا ما في اشراع ولا في شيء بس ينمونه انا قاعد عند الماكينه وعيسى قاعد عند السكان لما وصلنا بنيد القار وقعدنا هناك في بنيد القار لما شو اسمه يونا يونا يدوروننا قلنا يبا احنا هني الحين هو تال الهواء يعني وقع شوي خطفنا وجينا النقعه والحريم خايفين علينا وياو على البحر ويتحمدونا بالسلامه يقول فيهم ناس ثلاثه وصابوا الاميري اكو ناس ثلاثه وصابوا الاميري وهذا الحاصل ايش صدتوا؟ صدنا سمك وايد نقارير نقلو حول كم واحد؟ حوالي 500 ما شاء الله صيد حلال يا زين في الجليعه نبي صار مسابق ويا محمل شنو اللي جرى عليكم؟ جرى علينا احنا خاطفين واكو واحد يسمونه بالاسنان متنحرنا وخطف ويانا انتوا خاطفين في اي جار في جالبوت في جالبوت لي اللي هو اسمه شنو جالبوت يسمونه بسكوته هناك لحقناه عندنا ولد حمد القسم يبي يحط يبي يربط الحبل حق الدقل حق الدقل داس على الدستور وقفط الدستور وطبعت الجالبوت ويانا حمد المشاري وبعد والعيال محمد الفارس تقول محمد الفارس واحمد المقهوي وهذا اللي ويانا محمد الفارس يقط قايل انه خذها اقلب جار حط شو اسمه الجيب ولا ايش؟ لا اقلب على على اساس اسمه على اساس لا تطبع الجالبوت هناك طبعت محمد بن فارس قاعد حدر هذه السطحه مالت الجزمه مالت هذه شلاعيه
كسرت الجسمه لا كسرت اللي قضبته ايه وشالت السطحه ايه وطلع سالم ما في شيء ايه نعم عاد رحنا شو اسمه يونا الخشب ايه وقفونا لينقذكم منهم ايه وانقذونا ايه وبعدين جينا الجليح داخل ايه والجماعة ما قصروا اللي يبنى عيش واللي يبنى شاي واللي يبنى ذرابيل ايه؟ واللي يبنى تمر ايه فحمد المشاري يقول حق عمي حمد ايه؟ يقول له يا ابو راشد ايه ايلتنا طبعا من وقت ايه ذرابيل وحلوة ورهش وشي راهي يعني زين عم عبد الله جالبوت بسكوتة ومين شارين أنت؟ من البحرين. من البحرين. إيه. زين أيام الربيع. إيه. تروحون تحطبون شو تحطبون؟ أيام الشتاء. الشتاء. إيه. الروح غضي. غضي برا غضي. نحط لنا خيمة. إيه. أنا وراشد القتم ولد حمد. نعم. عرفت؟ إيه. نذهب شو اسمه الهيابة ايه ونجد الصريم صريم ايه ونكوده ايه ونخليه قاعد هذا الصريم حق الشباب حق الشباب ايه حق ايام الشتاء ايه ف اذا خلصنا ويا الجالبوت نعم. حملنا فيها ايه اذا حملنا فيها يروحون ايه يروح عيسى ايه ويروح عبيده اثنين ايه عرفت؟ ايه في الجالبوت ايه فاللي راحوا عرفت احنا نشلع بعد ايه وعلى شكل نسلس اربع دور الله في بيت المناعي العود ايه وعلى طول الشتاء يشبونه ايه يعني انتم ايام الربيع تحطبون صريم وترسون اربع دور حق الشتاء حق الشتاء حق الشتاء ايه عدل زين في برغضي ماكو ذيابه ولا شيء بلى ايه اكو ذيابه ايه ابوي ويانا نعم وعندنا تفق ايه شو اقول ام خمس لا مو ام خمس 11 مو شو اسمه ام اصبع ايه واكو ذيابه ايه اخذنا ولا اخر الليل ولا هلي شمشم يلق ماي ايه من عندنا قام ابوي وتعادله وذبحه ايه ذبحه طلعنا ولا كلب ايه نعم هذا اللي حصل ايه زين اي شو اسمه هم ايام الحطب كل سنه تروحون تحطبون وش اسمه معكم من هو عبد الله صقر ويوسف الناعي وهذا وبلال اي صقر كل سنه يروح معاكم للحطب معانا اي اي اعطاه والده تقول ربيتين اي مو والده ولد عمه ولد عمه اي وقال امشوا ويانا اي وراحوا ثلاثه ايه خوالي اثنين نعم يوسف ايه وعبد الله ايه راحوا احنا قاعد ننطر صقرينا ايه هم حملوا الحطب ايه وياو ايه حاشم هوا وطبعوا طبعوا بالخور ايه ايام برد ايه وقصى وموت ايه نعم رحت هناك عقب ثلاثة ايام ايه طلع واحد لا على 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 السيف ايه هذا بشويخ يمكن بشويخ ايه وعظام ايه وقالوا لنا عنهم وراح يدي ايه واخذنا ارده ايه ويجمعنا العظام وودينا المقبره دفنتوا دفنا العظام ايه وهذاك يوسف ويا عبد الله راح توفوا راح الله يرحمهم زين الحين يدك صالح المناع يقولون انه كان يجبر الكسور ايه من يبر له يعني هو يبر
خالتي. إيه. خالتي طاحت وانكسرت يدها. نعم. ودنا حق الطبيب وربطها. إيه. ربطتها. إيه من القوس. إيه. شغلش في يدك. إيه. شو تقولي ما تعقلني هني. إيه. يوم طالت كان يلمسها. إيه. شغل حق أمها يبي 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 الهاون. أوه. جابت الهاون حطه كان يكسر. إيه. وياخذ العصي. إيه. ويبلها. إيه. عقب شهر بطلها. إيه. صاحي. الله وعدل مستعد. عدلها. إيه متساوي تواسية. إيه. إيه ما شاء الله. زين أبو عبد الله. في 30/5/1936 حفروا أول بير للنفط في بحره. هذا يعني غزرة. مثل ما مكتوب محاري 7950 قدم. ها المنطقة هذه شمال غرب مرتفعات الزور تبعد عن كاظمة محاري 30 كيلومتر. يقولون ما لقوا فيها نفط. نبي سالفة روحتكم لها. أقول ما أخذوا شو اسمه راحوا ودوهم ودوا الشركة هناك. الطرق كلها ميم السنة. ايه. أخذوا مساعد صالح. ايه. أبو حمد. نعم. هذا قال يبون عمان. ايه. إحنا أبوي يعرف حمد. ايه. وإحنا ذاك الوقت ما عندنا شيء ما عندنا شغل. ايه. ودانا. نعم. قمنا. المقاول مساعد. إيه؟ ونجمع الحصن ونسوي الدرب يعني. الدرب. إيه؟ ليه كمل الدرب ما استعملوا كرافات. كرافات. إيه؟ واحنا وياهم. إيه؟ هناك اشتغلوا بالحفر. إيه؟ وهذا اللي حصل. إيه؟ زي العمال كم إيه؟ كروتهم باليوم؟ يومية ربوية واحدة. يوم ربوية. أي. والعبرة شلون؟ شلون عبرة؟ أنتوا تيوم من الديرة؟ إيه. شنو بسيارة ولا؟ لا لا لا. بجال شو اسمه بلنج. بلنج. أي. وين تطرحون؟ ونطرح في 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 شو اسمها؟ في هذه. كاظمة؟ لا. في هذه أعوذ بالله من الشيطان. كاظمة ولا؟ لا مي كاظمة. هي كاظمة. إيه. إيه. في كاظمة نعم. وبعدين شنو تاخذكم سيارة ولا تاخذنا من هناك سيارة. ايه ايه توديكم للموقع. الموقع ايه. ايه. وذاك الوقت ويانا بدر. بدر البدر. ايه لا شو ربعك. ايه بدر البدر. ايه ايه هذا شمينته بدر. هذا هو تندير. هو تندير. ايه. الرحمن نعم. وبعد من معاكم بعد والله ما اعرف اللي ويانا. بلى انت قلت لي اياهم قبل شوي. اي اسمه يوسف سعود مضاف. اي وعبد المحسن. عبد المحسن. اي خنفر. اي عبد المحسن الخنفر. وعيسى المناعي. عيسى المناعي. اي زين. وقول شو اسمه بالنسبه للماكله. الماكله يجيبها شو اسمه. ايه مساعد. ايه يطبخ ويقدينه. ايه الطباخ منه طباخ واحد يجيبه طباخ. ايه تقول الحمداني. تقول الحمداني مع اثنين معاونية. يعني. ايه وحاطين لهم خيمة حق لا بيت شعر. بيت شعر. ايه. حق الطباخ. ايه زين الحين الشغل من متى يبدي ومتى يخلص؟ الشغل. ايه. من الصبح. ايه وهي طلعت الشمس. ايه الى المغرب. الى غيبة الشمس. ايه. نعم. طيب وين تسكنون؟ نسكن في البيت الشعر. في بيت الشعر. ايه. كلكم؟ كلنا. ايه بيت عود كبير. كم يوم تقعدون؟ نقعد وايد نقعد اسبوعين كذي. ايه اسبوعين. ايه. وبعدين نحضر. تحضرون. ايه, ايه. لأهلكم. ايه زين الحين ذكرت ربعك اللي كانوا معاك. الحين نبي عقب هذه بحرة. إيه؟ اشتغلت في دائرة التموين. لا اشتغلت. آه. في شو اسمه
في برقان. برقان لا هم قالوا مو برقاني ايه، هو قالوا عقب بحره التموين وبعدين برقان. ايه هذه دائره التموين هذه تابعه لدائره الماليه. ايه عدل. ايه هذه صارت من سنه 41 الى 47 ايام الحرب الثانيه. ايه زين، عن اي فريج كنت مسؤول؟ شلون في التموين البطاقه سنة البطاقه في الشرق. ايه اي فريج؟ ها اي فريج؟ فريج البلوش تقول. ها ايه فريج البلوش. من هو راعي الميزان؟ واحد يسمونه قيف. ايه غيث ابو محمد. ها ايه شو توزعون على الناس؟ نوزع حنطه. ايه ونوزع دهن. نعم. ونوزع شو اسمه الاشياء هذه، عيش وشكر. ايه عيش. ايه لا شكر ماكو. ورق. ايه لا ما في. بلاش شكر ورق. ورق. ايه زين، اكو تموين خاص للخام؟ لا هذا كله من الحكومه. ايه الخام شنو؟ ها الخام اللي يوزعونه؟ ها خام واحد قيل. ايه هذا تبع الحكومه. ايه يقولنا خام هندي يسمونه. ايه ايه ديس. ايه ديسي قطن. ايه اني الحين حق البرقان، انت صرت تنديل ويا عيسى بعد صار تنديل وكثروا العمال وهذا وسكتوا في عشيش بالمقوع. كلمنا عن الشغل وعن المختبر وعن الفورمن والهنود اللي معاكم. هنود يشتغلون وحدهم واحنا ايه؟ نشتغل بروحنا. ايه انا اشتغل ويا واحد يسمونه روبنسون. ايه ويا تسعة أنفار هذا الصاحب تسمونه. إيه. إيه أنا أشتغل وياه. إيه بعض الساعات. إيه يصير المجدح يصير ثقيل. إيه وهو هذا روبنسون يتملل. إيه وسوي له شاي ويشرب الشاي أنا أقضب المجدح بداله. إيه. إيه يعني حوالي نص ساعة ساعة. إيه. وبعدين هو يستلم عندي. إيه نعم. زين المكان سكنكم ايش ايش مسوى منه يعني؟ عشيش. عشيش. اي عشيش من بواري ولا بواري و بردي يفتكر لا لا بواري وشندل. بواري وشندل. اي زين في كان يعني في برقان ياخذون يعني صخر عينات يودونها للمختبر. اي 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 اقول إيه؟ في وقت هذا كل شوي إيه؟ ناخذ من هذا من الجسم اللي يطلع. إيه؟ ونحطه في كيس. إيه؟ ويودونه شو اسمه المختبر. المختبر. اي يحللونه يشوفونه. إيه؟ يصلح ما يصلح. تطلع لكم ريحة غاز؟ لا 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 طلع علينا غاز مرة واحدة. ايه طلع غاز وصار في ويا الطين. ايه طلع. ايه عرفت ووقفوا. ايه زين بحرة يقول اخوكم صقر يقول ان هم صحيح ما لقوا فيها نفط لكن لقوا مثل الجريز. إيه يامد. يامد. إيه وبعدين قطوا وسدوها. وسدوها. إيه نعم. زين عم أبو عبد الله تكلمت عن المختبر وأنهم يأخذون عينات من الصخر ويفحصونهم. إيه وهذا. إيه وتكلمت عن هذا الغاز اللي طلع عليكم وراح بالطين. روحتكم ويايتكم من اسمه من الديرة إلى الشركة وردتكم من يوديكم ويجيبكم؟ الشركة. ايه عندهم اللورية. ايه ونروح باللوري. ايه ذيك الساعة كان مقير ولا؟ مقير. ايه, إيه. زين تروحون شو اسمه كل اسبوع ولا كل اسبوعين؟ لا ها كل اسبوع حق زام. ايه زامات. ايه ثلاث زامات عندنا. ثلاث زامات. ايه كل اسبوع يروح زام. ايه بقعد احنا اللي صار زام. ايه
نجلنا سيارة وني الكويت. تهربون يعني. زين تحضرون متى أي يوم؟ نحضر يوم الخميس. يوم الجمعة. يوم الجمعة. لا. يوم الخميس. يوم الخميس. ويوم الجمعة العصر نمشي. نوصل هناك ويا المغرب. زي شو تبون معاكم من الديرة حق؟ ما شلتنا. ما شلتكم. عيش. وش اسمه؟ عيش وشكر وشاي والأشياء. وأنت ذكرت اللحم شلون طريقته؟ اللحم نشترين وقية. أو وقيتين. نعم. ونفوح أول ما ننفوحها. لين نضيت علقناها. كل يوم ناخذ منها نتفه. تفوحونه هناك في المقوى. بالمقوى. تفوحونه وتخلونه حق الاسبوع كله. حق الاسبوع كله. كل يوم نتفه. زين عشتكم اللي في المقوى تقول احترقت ها؟ احترقتي. السبه شني؟ ما ندري. انتوا نايمين ولا قاعدين؟ لا والله قاعدين. ما وعيته ولا الا يوم شبت واشوت شلنا اغراضنا فرشنا هذا ومشيت لحقتوا. نعم نعم. زين الحين نبي سالفه علي هذا بالمهدي والجدح. علي المهدي كان يشتغل مع المقاول. وطلبني نعم اني اشغله عندنا. وقلت حق هذا روبسن وقبله. هناك يوم صار النفط طلع. اكو اسم بخاري. يحطون عليه الشاي. يسوي شاي. قال لي لا تخل هذا الكول تازه. خليه يروح العشه هناك. ويسوي الشاي. هذا العشه من حذر. هو يعني فاتشه. حطه ولا يروح الضوء فوق. قال لي وين الشاي؟ قلت له راح اشوفه. عقب ما اخذت. اخذته وشلته وحطيته فوق. حطيته فوق. ها يعني الشاي ما فاح. ما فاحي. الضوء بارد شوي. الضوء بارد. اشتغل. جبته. كان يقول مستر مناعك يطلع علي. بالعيمي. كان يقول لي هذا كولي تازه. كان يقول انت جايبه. عرفت؟ كولي شاي ما يعرف يسوي. وانت تجيبه لي. انت رفعته شوي. وفاح بسرعه. زين الحين اني حق سالفه اصابع ريلك اليمنى هذا انقصوا سالفتهم اليسرى. في اليسرى. سالفتهم احنا نبطل شبره. نبطل شبره والكرين شايل قسم منها. قام يدور. والعمال مو مجربينها. انا قضبت هالشكل نقص الحبل. وطاح على يدي شي على ريلي. قص الجوتي وراح بالارض. الله. هناك شالوني وودوني هناك المقوع. واصبحت من الصبح كانوا يودوني ذاك المستشفى. كم يوم استحوك؟ استحوني اظن اسبوع. زين الحين اصابع اسمه ريولك اليسرى كانوا منقصين مولياً؟ لا منقصين لكن ما قصوا. ما طاحت. اليد ما سكر. اليد عاد ما يسوون فيها يقصونها. يقصون الجلد. من اللي قصهم؟ الامريكاني. من هو تعرف احد اللي خاتونه. هذه الطبيبه الامريكيه. وتعرفنا. وتجينا بالبيت. حطت لك بنج ولا؟ لا ما حطت بنج لأن هذا اللحم ميت بالمقص. وحطت إدوى.
وأنا مسلوح عندهم. إيه زين. هذه حليمة يسمونها شو اسمها؟ حليمة خاتون. إيه. هذا لقب للدكتورة يعني ما شنو علي، بس اسمها الصجي إلانور كالفري. هذه أول طبيبة عالجت في الكويت، وهي أمريكية وصلت سنة 1913. ولها كتاب اسمه كنت أول طبيبة في الكويت. الحاصل عم عبد الله، عوضوك الشركة عن أصابعك الاثنين ولا الشركة إيه عوضون؟ عوضوك ها؟ إيه أعطوني 200 ألف؟ 200 دينار، 200 ربية. 200 ربية؟ إيه؟ يعني الأصبع 100؟ الأصبع 100 يا بلاش. يعني المية يعني 7.5 إي 100 ربية 7.5. زين الحين أبو عبد الله، هم بعد اصبع ايدك اليسرى لها قصه. اي شلون شلون انقص؟ انقص اكو سبانه. ايه سبانه. ايه انا اتيتها. نعم. هكذا احط الحبل فيها شكل وامسها. ايه مرتين ثلاث مرات على المحفاره هذه. على المحفاره هذه. ايه هناك شو اسمه؟ ايه الحبل ركب. اخ ايه واخذ صبعي وياه. اوه ونقص. ونقصي بحول. زين وبعدين عوضوني 100. عوضوك 100 ربية. وودوك ال ودوني المقوع. المقوع ها مستشفى الشركة. اي اي تعلمت انت هذا قال مستشفى الشركة. زين من سنة 51 كنت فورمن في ميناء صحي على العمال والبناني والنجاجير وطبابيخ وهذا. هذا وين يتجمعون كانوا اول شلون؟ احنا الصبح اني عند القصر اللي هو قصر السيف. قصر السيف نعم. وعندنا اقول لك شو اسمه حدايد فيها فيها رقم. رقم العام اللي يشوف نشيط نعطيه يقول اركب. ايه وياي شو اسمه معاونين. والبرومي. ايه ونعطيهم ويروحون سيارات. سيارات وايد يعني. سيارات سبع سيارات. سبع سيارات لورية. ايه ونوديهم هناك نجاجير وعمال و نجارين وطبابيق. ايه هذا وين يروحون؟ يروحون المصح. المصح الصدري. ايه من كان مدير ذاك الوقت؟ انا المدير. لا مدير المستشفى. مستشفى الصحة جسمه محمد اليوسف النصف. ايه محمد يوسف النصف. نعم نعم. زين نرجع للحمدي. من اللي كان مسؤول في ذاك الوقت عن الحمدي؟ سديراوي. تقول سديراوي. ايه سالم سديراوي. نعم. هو مسؤول عنا بيني وبين الشركه. نعم. زين عقب المصح هذا اشتغلت في الاشغال، من اللي طرش عليك؟ طرش علي محمد يوسف النصف. ايه وانا عندي لنج اكدها. ايه قال لي خل علي باشر يجينا. ايه في الوزاره. ايه يعني كان يقول لي ترى الشيخ عبد الله السالم امرني. نعم. ارفع صوتك ترى ما اسمع. ايه قال لي محمد النص. ايه الشيخ عبد الله السالم امرني اشغلك عندي. ايه في الاشغال. ايه دائرة الاشغال. اشتغلت عنده بالاشغال. ايه وين في اي قسم؟ في الاشغال في البيع. هذا مستشفى صدري. ايه ايه يعني قاضب شنو ادوية ولا مستودعات ولا لا 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 عمال يشتغلون. ايه في الاشغال عم ابو عبد الله تقول انت مسؤول عن العمال. ايه وايد العمال ها؟ عمال. ايه ايه اللي راحوا ايه واشتغلوا. ايه عندي موظفين ياخذون الاسم.
من هذا العامل ايه؟ وياخذون الجسمة البطاقة البطاقة ايه؟ الشتي هذا الشتي هذا ايه ايه. نعم نعم زين. كم سنة قعدت؟ والله وايد 3 سنوات. ايه هذا في المستودعات البشوخ. زين أبو عبد الله، عقب الأشغال اشتغلت في البلدية أوائل السبعينات في لجنة توزيع البيوت والتثمين بعد. شن هي أول شيء نبي شروط توزيع البيوت؟ نوزع على كل واحد مستحق. شلون الطريقة يعني؟ يعني إذا كان نسوي له ملف إيه؟ ونسأل سؤال. نعم. وإذا صار محتاج نعطي. إيه. يعني لازم أول شيء يكون كويتي. كويتي. وصاحب عائلة. صاحب عائلة. إيه. ويستحق. ولا عنده يعني ما عنده بيت. ما عنده بيت. يمكن مكاري له بيت ولا ايه شيء ايه ايه. ويستحق. هذا تعطونا بيت ببلاش ولا بكروة؟ لا بكروة. بلاش. بلاش. إيه. في أي مناطق كانت البيوت هذه؟ البيوت أي بيت. لا في أي مناطق يعني؟ والله مناطق ما هي واحد. إيه. في كل مكان. في كل مكان. إيه. نعم. زين. عقب توزيع البيوت إني حق التثمين. من هو اللي كان رئيس اللجنة؟ ومن هم اللي كانوا معاه؟ أحمد المواش. أحمد المواش. إيه. موجود الحين؟ لا توفى. توفى الله يرحمه. زين. ومن هم اللي كانوا معاكم؟ ويانا علي المواش، أحمد المواش. أحمد المواش إيه. وش اسمه؟ دغيشم. دغيشم. إيه. عبد الله يعقوت. عبد المحسن المرزوق. عبد المحسن المرزوق. إيه. واحد يسمونه أبو سعد عازمي. إيه ابن حشان هذا. حشاني. إيه. إيه. نعم. والعزيز العدساني تقول العدساني مدير المواش تقول مدير البلدية. ايه ايه. وعبد المحسن الزامل تقول عبد المحسن الزامل. ايه هذا للجنة. ايه. زين شن هي مشاكل لجنة التثمين يعني اللي صادفتكم يعني؟ التثمين نطلع لجنة. ايه. يطلع ويانا مهندس. نعم. عنده الملفات. ايه. ويعرضنا البيت يقول هذا البيت. ايه. وهذا اللي الموجود عندي. ايه. شو تحطون عليه؟ هذا اذا صار عليه مشروع يعني. ايه. ايه. نقول له خله. ايه. حطنا قيله. ايه. اللي حطانا قيله يجينا هناك البلديه. ايه. وقعدنا عرضهم علينا. ايه. وكلنا نعطيه سنه. ايه. قيمته. تعطون سعر. ايه. أبو عبد الله اللي له نقعة وفرضة قبال بيته ها شلون يكون التثمين له؟ يثمنون لجنة. اي حنا عقب ما أخذوا بيتنا. اي ومضت الأيام خلنا لنا سنة أو سنتين. اي كنت أنا في البلدية. نعم. وقالوا لي الموظفين. نعم. ليش ما تطالب؟ اي من طالب؟ قال طالب اللجنة. ايه. شحنة؟ قال 72 يعطونك. ايه. رحت حق عبد العزيز الشايع وبينت له. ايه. نبي 72. ايه. سيقول لا بيتكم اخذت الحكومة ولكم شيء ولا شيء. ايه. أنا سكت عنه. أبو عبد الله ارفع السك. إيه. أكو واحد يسمونه بدر السالم. نعم. إجناعي. إيه. من اللجنة. إيه. الحين بقوا 3 بس باللجنة. إيه. والباقي توفوا. الله يرحمه. نعم. قلت له كان يقول عبد العزيز يقول لك الكلام ما حد سالفة روح حق أحمد الفهيد. إيه. وروح حق أحمد الفهيد كان يقول له أنا عم أحمد. إيه؟ المسألة بصورة بصورة كان يقول لي عبد العزيز يقول لك هالكلام روح له روح 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 البلدية وخلي يطرشون علينا. هو يا سالم. وعبد العزيز الشايع. نعم. وقروها. إيه.
وعطونا عطونا 270 72 ألف ربوية. ما شاء الله. زين، هذه بتوصية من منه؟ من منه؟ أنت قلت لي أن الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه هو اللي عبد الله السالم مشى العالم كله على السيف كله، بس بقى احنا معطانا اياه. زين، هذا يعطيكم من البيت الى الساحه الى الفرضه الى شو اسمه يحددونها يطلع مهندسين يحددونها ويعطونا. واستفادوا يعني. زين، الحين البيوت الحين الموجوده، الدواوين الموجوده الحين اللي على السيف، هذه مثمنه ولا مو مثمنه؟ لا مثمنه. مثمنه؟ اي، وهذا يستعملونها. اي، وهذا يعني بامر من الحكومه؟ امر من الحكومه، على اساس انه تراث، تحفظ التراث. وهذا يحبون منظر البلد. نعم، ويتجمعون فيها. نعم، يتجمعون فيها. نعم، واكو ناس يصلحون فيها. وسووا فيها بعد متاحف، سووا فيها للسدو والسدو. العموم ابو عبد الله، احنا ما نبي نطول عليك، وما قصرت يعني، تعبناك. لا والله تعبك راح. الله يحفظك، راح لي. وحنا سوالفاتنا يعني كلها يعني عن اول، وعن يعني تذكر الاولين. صحيح، ويستانسون يعني اللي هم يعني موجودين، لما تسمعك يسمعونك تذكرهم يعني يذكرون زمان اول. اي صحيح. وانت ما قصرت، ونشكرك. نشكر. لا شكر على واجب، هذا شيء واجب علي. الله يحفظك، ما قصرت ابو عبد الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، نشكر ضيف حلقة اليوم اللي هو العم علي إبراهيم أحمد المناعي، وإن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، ونتلاقى وياكم مع ضيف جديد إن شاء الله، وحلقة جديدة، وفي أمان الله. أهلي بأرض الكون نوق جملهم، عيشك.